مساء الخير، ازاي حضراتكم؟ وارجو ان كلنا نكون بخير، وطبعا حضراتكم الاسر الكريمة بخير. النهاردة مع حلقة تانية عن مرض السكر وعلاقته برمضان، وايضا مرض السكر وعلاقته بالكورونا او الكوفيد، عشان طبعا هناك تساؤلات كتيرة على مريض السكر، ايه علاقته بالكوفيد او الكورونا، وباء الكورونا. فخلينا نتكلم شوية على اولا مرض السكر والكورونا، وازاي نقي نفسنا، وايه المشاكل ممكن نتعرض لها، والسكر ورمضان. بالنسبة للكورونا طبعا هنأكد تاني على حاجات مهمة جدا. أول حاجة، يعني إذا كان مفيش حظر كامل، طبعا نظرا لأن في بعض الناس لازم تروح أشغالها، لكن إحنا بالنسبة لنا اللي عنده سكر، إذا كان لا يوجد ضرورة في خروجه خارج المنزل، يبقى احنا نقعد في المنزل لو سمحت. طبعا هناك حاجات كتير نقدر نعملها في المنزل، وناخد فرصة مع نفس فرصة ان احنا نتعلم اسلوب غذائي سليم لحياتنا، نتعلم اسلوب رياضي، يعني اسلوب حياة صحي سليم. دي هتكون فرصة لتواجدنا في المنزل ان احنا نعيد التفكير مع حالتنا الصحية ومع حالتنا النفسية، وازاي نقدر ان احنا نتغلب على توقيت الحظر. بالنسبة للغذاء السليم هنتكلم النهاردة تاني على الغذاء، ولكن خلينا نقول ان فرصة الحظر او فرصة ان احنا موجودين في البيت فترة اطول، ممكن ان انا ابتدي اطلع طرق جديدة لطهي الطعام، ممكن ان احنا الاسرة مع بعض نطبخ اكل صحي، ان احنا ايه الاكلات اللي فيها سعرات حرارية اقل، اكتر من ايه في الوجبة، اقل من ايه في الوجبة. كل الكلام ده طبعا حضراتكم هتلاقوه بنقوله، وايضا ان احنا يبقى فيه ابتكارات جديدة، لان بعض الناس بتقول طب احنا بنزهق مثلا من السلطه الخضراء، هل في طرق تاني لاعمال السلطه؟ في مليون طريقه لاعمال السلطه، وكلهم ممكن تكون طرق لطيفه، وتجد القبول عند اللي عنده سكر، ومش بس اللي عنده سكر، لا ده ممكن البيت كله يتعود على نظام الاكل الصحي. انا اخد وقت ان انا ازاي اعمل نظام صحي للاكل داخل منزلي. تاني حاجه وهنتكلم عليها النهارده اكتر، اللي هو برضو المشروبات السكرية. داخلين على رمضان، داخلين على الصيف، هنحتاج نشرب مشروبات. ايه المشروب اللي احنا نشربه وما يكونش بيعلي سكر عندي، وبالعكس ان انا اقدر ان انا اعمله ليا ولاسرتي؟ وخلينا نقول ان احنا لو عندنا سكر من النوع التاني في احد افراد الاسرة، بيبقى بقية الاسرة كلها معرضة للاصابة بالسكر. يبقى في الحالة دي هنقول لازم كلنا يبقى أكلنا صحي، مش فقط اللي عنده سكر، لا الأسرة كلها أكلها صحي. الحاجة التانية المهمة اللي هي ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة، احنا في وقت قاعدين فيه في البيت كتير، يبقى احنا المفروض ان انا افقد السعرات الحرارية او البول. يبقى انا بعد كل وجبة بقوم اتحرك لمدة ربع ساعة داخل المنزل، ممكن اشوف مكان يكون واسع او في طرقة طويلة او فراندا او كده، ابتدي رايح جاي فيها، وامسك الساعة واشوف عدد الدقائق اللي انا قدرت اتحرك فيها. ممكن ابتدي اعمل تمرينات للعضلات، ممكن افتح طبعا في طرق للتمارين الرياضية هنلاقيها موجودة على النتورك. حضرتك لو كتبت على جوجل هيطلع لك مليون طريقة ازاي اقوي العضلات بتاعتي، واقدر اخد فرصة حتى ان انا يبقى عندي لياقة بدنية.
الحاجة اللي بعدها هو الحالة النفسية. احنا عارفين ان اللي عنده سكر بيبقى اكثر عرضة للاصابة ب يعني هنقول الحزن بالاكتئاب وهكذا. وبالتالي طبعا احنا دلوقتي بقى العالم كله عنده هذه المشكلة، العالم كله زعلان والعالم كله مكتئب والعالم كله بيفكر في احتمالات الاصابة بعدوى خطيرة زي عدوى الكورونا. فاحنا كلنا محتاجين نخرج من هذه الحالة النفسية. هنخرج منها ازاي؟ هبتدي اخلي وقت في اليوم ان انا اعمل فيه الحاجة اللي بتحسن من حالتي النفسية. طبعا الرياضة برضو بتحسن من الحالة النفسية. يبقى انا قلت ان احنا هنعمل ربع ساعة رياضة بعد الوجبات. امتى بعد الوجبة؟ بيفضل من ساعة لساعة ونص بعد الوجبة ابتدي اتحرك واعمل ربع ساعة رياضة بتاعتي. طيب الحاجات كمان اللي بتحسن من الحالة النفسية اللي هي الهواية، ان انا ادور على هواية انا بحب اعملها، سواء كنت بعملها زمان وما بقاش ليها وقت، او كان نفسي اعمل هواية جديدة ان انا اتعلم حاجة جديدة، اتعلم رسمة، اتعلم موسيقى، اتعلم قراية، يعني مش اتعلم قراية، اقرا كتب، اتعلم لغة جديدة، اخد في كورسات موجودة على الكمبيوتر، في بعض الجامعات بتدي كورسات لمدة أسبوع وتخلص كورس وممكن حياتك تحصل على شهادة كمان، وفي منها حاجات مجانية وفي منها حاجات بمبالغ بسيطة. يبقى دي فرصة إن أنا أعملها خلال الوقت اللي أنا قاعده في البيت فترات سريع يعني فترات طويلة في وقت الحظر. الحاجة كمان اللي ممكن اعملها اكيد ان انا اشوف حاجة بحبها، تلفزيون، افلام قديمة، افلام حديثة، اسمع موسيقى، اغير من المود بتاعي. ده بيكون له مفعول كويس جدا على الحالة النفسية. ان انا اتكلم مع اصدقائي او اتكلم مع اسرتي، هناك افراد من الاسره والاصدقاء بنكون ما شفناهمش بقالنا كتير قوي، ما سمعناهمش بقالنا كتير، والحياه بتبقى شغلانه وبالتالي مش بنكلم الناس ولا يعني ايه، ما بيبقاش في وقت حتى في اقارب واصدقاء مقربين. ولكن فرصه الحظر ممكن ان احنا نبتدي نكلمهم، وممكن بالعكس كمان اشوفهم في المحادثه واتكلم معاهم واسال على الناس. والناس ده بيحسن من الحالة النفسية جدا، هيحسن من الحالة النفسية بتاعت حضرتك، وأيضا متلقي التليفون هيبقى سعيد جدا. النقطة اللي بعدها ان احنا الحالة بقى الروحانية مع ممارسة العبادات، العبادات، الصلاة، قراءة الكتب الدينية، ان انا اعمل خير وهكذا، كل ده ممكن قوي ان هو بيحسن تماما من الحالة النفسية لأي شخص، مش بس بنتكلم على مريض السكر. يبقى ده ازاي اقضي وقتي في خلال فترة الحظر بطريقة يعني تحسن من حالتي الجسمانية والمعنوية وتحسن من لياقتي البدنية.